هي مع انطلاق مبادرة بداية أمس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة الاحتفالية اللي أقيمت بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. المبادرة بتستهدف، هي طبعا مبادرة رئاسية بتستهدف التنمية البشرية، بداية جديدة مرة تانية لبناء الإنسان وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، الصحية، التعليمية، الرياضية، الثقافية، السلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم متمكن قادر واعي ومثقف للمجتمع. خلال الاحتفالية شاهد رئيس مجلس الوزراء والسادة الحضور فيلم تسجيلي عن المبادرة اللي بتستهدف الإنسان المصري وبتدعم الهوية المصرية وكمان أهدافها وأسلوب تنفيذها على الأرض أو على أرض الواقع، وتضمنت بالتأكيد جهود الدولة في مجال التنمية البشرية بشكل عام، وكمان تم التأكيد على ضرورة مشاركة مختلف جهات الدولة للمساهمة في نجاح هذه المبادرة. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل. معنا على التليفون الأستاذ شحاتة سلامة، مدير تحرير موقع مبتدأ. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذه اسماء، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، وطبعا تابعنا وحضرتك تابعت معانا امبارح وكل الناس الحقيقه انطلاق هذه المبادره الهامه، لكن خلينا في الاول نتوقف عند اهم التصريحات او اهم ما جاء في كلمه السيد رئيس الوزراء، اتفضل. الحقيقه انه بالامس شهدت مصر انطلاق واحده من اهم المبادرات التنمويه. الحقيقه انه هذه المبادره بتستهدف الاستثمار في شيء مهم جدا وهو رأس المال البشري. مبادرة تستحق أن تكون يعني واحدة من أهم المبادرات التنموية اللي بيتم تنفيذها في مصر في الجمهورية الجديدة. الحقيقة أنها بتشمل العديد والعديد من المحاور، يمكن زي ما حضرتك ذكرتي محور الصحة ومحور تحسين الخدمات الصحية، محور المجتمعي، محور التعليم. في النهاية هذه المبادرة بتستهدف الارتقاء بالعنصر البشري وتنمية العنصر البشري من أجل إيجاد بداية جديدة، زي ما يمكن دولة رئيس مجلس الوزراء صرح امبارح وقال إنه التركيز والنظر بتمعن إلى اسم المبادرة هيوصلنا إلى إنها في النهاية بتستهدف بداية جديدة للمواطن المصري في مختلف المجالات. الحقيقه انه رئيس مجلس الوزراء شهد بالامس اصطفاف عدد من السيارات التي ستقدم الخدمات في مختلف المجالات داخل هذه المبادره، ودعا الشعب المصري بمختلف فئاته زي ما قلت لحضرتك للتامل في اسم المبادره، مؤكدا انه لم ياتي بالمصادفه، يعني اسم هذه المبادره ليس مصادفه، وانما تكلفات السيد رئيس الجمهوريه كلها بتتمحور حول تقديم خدمات ومزايا بتشعر المواطن المصري بانه يعيش بالفعل بداية جديدة في شتى مناحي الحياة. رئيس الوزراء أشار بالأمس أيضا إلى أنه في حوالي 30 جهة بتتعاون وبتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم لهذه المبادرة، وهو تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل في مختلف المجالات. الحقيقة أنه مرحلة التحضير لإطلاق المبادرة تضمنت إطلاق مبادرة سفراء التنمية البشرية، والحقيقة دي مهمة جدا لأنها أتاحت الفرصة للجميع من المشاركة الفعالة في المبادرة. الحقيقه ايضا انه المبادره دي زي ما قلت لحضرتك بتستهدف مختلف المجالات، وكمان بتستهدف جميع الفئات العمريه. أيوة. يعني هي بتبدا من عمر يوم تقريبا وحتى 65 سنه. هدفها بناء وعي الانسان، زياده قدراته، اكسابه مختلف المهارات. حتى بعد 65 احنا بنتكلم من يوم لست سنين، من 6 ل 18، 18 ل 65، وبعد كده فيما فوق 65، حتى كبار السن موجودين بالتاكيد في هذه المبادره. صحيح صحيح، يعني من يوم لست سنوات بتتضمن البرامج الاهتمام بالطفوله المبكره، التنشئه البدنيه والعقليه والنفسيه والصحيه، انشاء الحضانات، انشاء رياض الاطفال، بناء كوادر للعاملين في هذه المرحله السنيه، ثم بعد كده بننتقل للمرحله من 6 ل 18 سنه، لدينا برامج رياضيه، برامج صحيه، برامج تعليميه، برامج تدريبيه لتحسين مهارات الشباب وضمان تجهيزهم لسوق العمل، ثم بعد كده بننتقل للمرحله من 18 ل 65 سنه فيما فوق، يعني دي بتشمل برامج تدريبيه، رفع قدرات تاهيل الافراد لسوق العمل، وبرامج كتير جدا لدعم كبار السن والمشاركه في المجتمع. الحقيقه ان الخدمات اللي بتقدمها المبادره اللي بتتم على مرحلتين بتشمل العديد زي ما قلت لك من المجالات، ولكن انا عايز اتوقف تحديدا عند خدمات الطبيه في جميع المحافظات. دي بتشهد طفرة كبيرة جدا من خلال إطلاق القوافل الطبية والعلاجية، واللي يمكن بتوصل ل 5600 قافلة.
بتستهدف زياده عمليات قوائم الانتظار في جميع التخصصات على مستوى الجمهوريه، بتشهد تقديم 1.2 مليون جلسه علاج كيماوي واشعاعي، بتضمن اصدار 980 الف قرار علاج على نفقه الدوله في ال 100 يوم الاولى، 447 الف جلسه غسيل كلوي، وغيرها وغيرها من الخدمات، بالاضافه الى استحداث تقديم خدمات لكبار السن وذوي الهمم في المنازل، ودي بدون مقابل بالمناسبه للتيسير على المواطنين. طب خلينا نتكلم على من اهداف المبادره، طبعا يمكن ذكرناها التنميه الذاتيه الصحيه التعليميه الرياضيه الثقافيه والسلوكيه، نتكلم على بعض اليات تطبيق هذه المبادره على ارض الواقع من خلال هذه المحاور. الحقيقه انه الاليات اللي هتتم من خلالها التنفيذ بتشهد يعني طفره في التكامل والتضافر ما بين مختلف جهات العمل، يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك انه في 30 جهه ويمكن اكثر بتشارك في تنفيذ هذه المبادره، بالاضافه الى الازهر الشريف والكنيسه المصريه والبنك المركزي المصري وجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره متناهيه الصغر وصندوق تحيا مصر والمجلس القومي للمراه والمجلس القومي للطفوله والامومه، العديد والعديد من الوزارات والجهات المشاركه بتقدم العديد من البرامج، قوافل زي ما قلت لحضرتك بتجوب المحافظات، ورش عمل فنيه وعمليه، التعاون كمان مع حياه كريمه بالتاكيد. بالظبط، هو في النهايه هذه المبادره، في النهايه هذه المبادره هدفها الاسمى والاهم هو نفس الهدف، هو توفير حياه كريمه للمواطن المصري من خلال تاهيله وربطه بسوق العمل وتنميه قدراته ومهاراته وبناء وعيه، بالاضافه الى النقطه المهمه جدا في هذه المبادره واللي يمكن برضو اشار اليها بالامس رئيس مجلس الوزراء، هو الحفاظ على القيم والاخلاق والمبادئ التي تمثل الهويه المصريه الاصيله، وده المسار اللي بتنطلق منه المبادره من البدايه من اللحظه الاولى لانطلاقها. شكرا للاستاذ شحاته سلامه مدير تحرير موقع مبتدا. تبدأ طريق وتقول كفاية، خلاص تعبت ودي النهاية، اسمح لأقول لك إن أنت تقدر، كل الحكاية محتاج بداية. أدعو الشعب المصري بكل فئاتي للتأمل في اسم المبادرة والذي لم يأتي بالمصادفة، حيث أن تكلفات السيد الرئيس تتمحور حول تقديم خدمات ومزايا تشعر المواطن المصري بأنه يعيش بداية جديدة في شتى مناحي الحياة. نحو 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم، والذي يتمثل في تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل في مختلف المجالات. الصحة تاج والعلم نور، قالوها أهالينا زمان، الشغل عايز عجلة تدور، أهلا وسهلا هنا المكان. الإنسان هو اللي بيعمل التنمية الاقتصادية وهو بيعمل النمو الاقتصادي، ومن هنا كانت فكرة إن كل وزارة عندها ملف بتشتغل على التنمية البشرية لازم نقعد كلنا مع بعض علشان ننسق فيما بيننا، بنقعد مع بعض علشان نقدر إن احنا نعمل برامج عمل نستهدف منها تعظيم التنسيق وتعظيم الإنجاز في مجال ملف الإنسان، وعندنا مؤشرات أداء وعندنا برنامج الحقيقة وعندنا ما يطلق عليه المشروع القومي للتنمية البشرية، وكل ده الحقيقة من خلال دعم سيادة الرئيس لهذا الملف اللي كان دائما يتكلم عن بناء الإنسان كجزء أساسي من المجتمع. بداية جديدة، وهي فعلا النهاردة قادرين نشوف إنه في بداية جديدة من شراكة في أكثر من 30 كيان ما بين وزارات ومجالس وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني. النهاردة جايين نقول إن إحنا جميعا بمخططاتنا وببرامجنا المختلفة نقدر نقدم للمجتمع المصري شغل فيه تكاتف وفيه اتساق وفيه وصول إلى تغطية كبيرة جدا للمجتمع المصري بكل فئاته، بنتكلم على الأطفال، بنتكلم على المراهقين، بنتكلم على الشباب، بنتكلم على المرأة، بنتكلم على كبار السن. قالوها أهالينا زمان، الشغل عايز عجلة.